سماعة بلوتوث من هواوي بتصميم مميز. نقدم لكم اليوم سماعة هواوي فريبودز. السماعة تجي مع حافظة، وغير أنها تحفظ السماعة هي عبارة عن بطارية لشحن السماعة. الاتصال طبعا يكون عن طريق البلوتوث، وبمجرد اتصالك لأول مرة راح تشبك معاك على طول بمجرد أنك تشيلها من الحافظة. السماعة تصميمها مميز ومريحة جدا في الاستخدام بفضل السيليكون الموجود في السماعة، وهذا الشيء بيسمح لعزل الصوت بشكل مناسب. وأهم شيء في السماعة أكيد الصوت، الصوت فيها واضح وعالي جدا، وبفضل الحساسات الموجودة في كل سماعة بمجرد أنك ما تلبسها راح تشتغل، وإذا شلتها راح توقف بشكل تلقائي. السماعة تقدم 4 مايكروفونات لجودة مكالمات أفضل، وأيضا للمساعد الصوتي. وما ننسى نذكر أن السماعة فيها خاصية اللمس مرتين وبأكثر من طريقة، مرتين على اليمين لتشغيل الموسيقى، مرة يمين أو يسار للرد على المكالمات، ومرتين يسار للمساعد الصوتي. والسماعة طبعا مقاومة للماء، أما من ناحية البطارية فتصل إلى 10 ساعات مع استخدام الحافظة، وشحنة واحدة تكفي ل3 ساعات من الاستخدام. متوفرة السماعة باللون الأبيض والأسود، تقدر تطلبها الآن عبر جرير.com والرابط اللي بيظهر أمامكم. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.